صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى بشراكم اليوم جنات، هل في جمع كلمة جنات فائدة أن الجنات ليست واحدة؟ ما في شك، نعم، الجنات كثيرة وأعلاها الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن الفردوس، وهي جنات كثيرة، جنات النعيم، جنات عدن، جنات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، جنة المأوى. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. كما أن النار دركات والعياذ بالله، سقر والهاوية والقارعة، والنار دركات والجنة درجات، هذا الفرق، الجنة درجات بعضها فوق بعض، والنار دركات بعضها تحت بعض والعياذ بالله، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. نعم.